خبر عاجل منذ قليل، 6 شاحنات تابعة لوحدات الحماية المدنية ووحدة الشرطة العلمية وصلت حاليا إلى مكان المصنع، وهي وحدة للتخزين المتواجدة بمحاذاة مصنع المشروبات نيران كثيفة، في الحين ألسنة النار مشتعلة عن آخرها لا خسائر بشرية حسب آخر المعطيات. ربي يجيب الخير بردا وسلاما. الله يحافظ على شعب الجزائر الشقيق الحبيب الغالي، ربنا يلطف.